الجبال اليوم سي عبد السلام. اليوم 4 نوفمبر 2023 افتتاح تاع المقر تاع الفيدرال اليسار الديمقراطي مدينه الدار البيضاء. نعم. علاش اخترتوا هذا اليوم بالضبط باش تفتحوا هذا المقر؟ اخترنا فقط لان احنا كنا باغيين نديروا هذا الافتتاح في 28 ولا 29 اكتوبر بمناسبه الذكرى 58 لاختطاف الشهيد مدين بركة، لكن الاشغال يلاه انتهت، وبالتالي في سياق هاد تخليد الذكرى ديال مدين بركة كان فتحوا هذا المقر اللي هو جا في الشارع الزراوي بالدار البيضاء، واللي هو غيكون مفتوح في وجه كل النشطاء والجمعيات اللي كنتحاصموا معها مشروعنا المجتمعي، واللي غيكون في انشطه سياسيه داخليه وتنظيميه، وكذلك انشطه ثقافيه وفنيه وعروض حول القضايا اللي كتهم المغرب بصفه عامه. بالنسبه لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تعرفوا بان دارت المؤتمر ديالها مؤخرا يعني قبل الصيف، يعني فين غادا الحزب ديال الفيدرالية؟ بالفعل احنا عقدنا المؤتمرنا تقريبا هذه سنه ما يقرب من سنه، وبطبيعه الحال احنا بمرحله التاسيس، مرحله اعاده البناء ديال فروعنا على مستوى اللي حد الان تم هيكلات عدد كبير ديال الفروع، وحنا كذلك بصدد تحضير في هذا الشهر هذا نهايه هذا الشهر مؤتمر ديال الشبيبه اندماج الشبيبات ديال الفيدراليه، وبعد ذلك غيكون مؤتمر ديال النساء التنظيم الموازي ديال النساء، وكذلك تنظيم على المستوى الجهوي وعلى المستوى الاقليمي وعلى مستوى القطاعات المهنيه. عادة ما تتشكل تتبقى الفروع تاع الاحزاب يعني مسدوده حتى الانتخابات، واش فيدرالية اليسار الديمقراطية تخرج على هذا النهج؟ دابا حنا ديجا في هذا المقر اللي غيكون في الدار البيضاء منفتح وفيه مجموعه انشطه كثيره، بحال اللي قلت غيكون فيه نادي سينمائي، قراءات شعريه، انظمه قراءه في بعض الكتب اللي كتصدر، وكذلك بعض الندوات اللي كتم مجموعه من الندوات اللي مبرمجينها، وغنحيو واحد تقليد اللي هو تقليد ديال اليوم راه نبداو بالمدافعين على القضيه الفلسطينيه، تكريم بعض الوجوه وبعض النشطاء، وحيث ان يكون عندنا مجموعه راه تسمعوا في الكلمه، مجموعه من المحطات لتكريم مجموعه ديال الناس اللي كيشتغلوا في حقول مختلفه. سي بطولة فيدرالية اليسار الديمقراطي اليوم تتفتح واحد الفرع ديالها او المقر الجديد ديالها، يعني واش هذا يكون واحد الحركة جديدة في حياة هذا الحزب؟ طبعا نحن نتمنى ان يكون هذا المقر انطلاقة جديدة في حياة ونشاط حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو بالاكيد سيلعب دورا في تكوين اولا في تكوين المناضلين في عقد الاجتماعات، وخاصة اجتماعات الهيئات المسيرة والمدبرة للحزب، وكذلك بعض الانشطة الجماهيرية التي يمكن ان تتسع قاعة المقر، ومن طبيعة الحال سيكون المقر مفتوحا على العمل الجمعوي وعلى المجتمع المدني، وكذلك مفتوح في وجه الأنشطة ذات الطابع الجماهيري. فإذا هو بالنسبة لنا نقلة مهمة ونوعية في هذا المسار، وأكيد سنسعى كذلك لإيجاد أو لاقتناء مقر مشابه أو مقر أفضل في الرباط، في العاصمة الرباط، وكلما سمحت الظروف باقتناء مقرات من هذا المستوى على الأقل في عواصم الجهات الثانية 12 ديال المغرب.